أولى موضوعات حلقة هذه الأمسية مشاهدينا الكرام، نبدأها مع إحدى الخدمات التي تقدمها دوائر حكومة الشارقة وتحديدا مع دائرة المالية المركزية. ففي إطار تعزيز التعاون والتكامل بين دائرة المالية المركزية والدوائر الحكومية في إمارة الشارقة، يأتي نظام الإيصال الذكي تحصيل من أجل استخدام أنظمة إلكترونية مترابطة وتوفير حلول إضافية للاستفادة من التطورات التقنية وإيجاد أكثر من وسيلة دفع إلكترونية تحقق المرونة والأمان. وللحديث أكثر عن تحصيل وأهميته، يسعدني أن أرحب اليوم بضيفتنا في الاستديو الأستاذة هدى حسن الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة. أهلا وسهلا بك أستاذة هدى. يريد لو تعطي السادة المشاهدين الكرام وتعطينا كلنا جميعا فكرة عن هذا النظام المالي تحصيل، ما هو بالضبط وما هو هدفه؟ نظام الإيصال الذكي تحصيل هو عبارة عن نظام إلكتروني تم اعتماده في سنة 2007 من المجلس التنفيذي لتكون بوابة الموحدة لحكومة الشارقة في توفير وسائل وطرق الدفع. النظام عبارة عن نظام إلكتروني يستخدم للتحصيل رسوم معاملات الحكومية. الهدف الأساسي من وجود هذا النظام أن نحن كانت الفكرة اللي هي توحيد منظومة الإيرادات في حكومة الشارقة، وفعلا في بداية في 2007 وحتى اليوم ترابطت كل الأنظمة الموجودة عندنا في إدارة المالية المركزية مع النظام كذلك المالي الحكومي تكامل لتوحد منظومة الإيرادات في حكومة الشارقة. إذا للحكومة كاملة يكون النظام إلكتروني. طيب هذه يمكن الفكرة من النظام نفسه، لكن لو تكلمنا عن الأهداف، لو تكلمنا عن المخرجات، عن الفوائد التي تعود بالنفع من خلال إيجاد هذا النظام، وما الذي يفرقه عن الأنظمة السابقة بالإضافة إلى التسهيل والتيسير، ماذا أيضا من أهداف ونتائج؟ نظام الإيصال الذكي التحصيل يعني عبارة عن نظام مرن، نظام له عدة أهداف عدة مميزات. تطبيقه في الجهات الحكومية يؤدي إلى أتمتة إيرادات الحكومة اللي تم تطبيق النظام فيها، بالإضافة أن النظام قلل التكاليف على الجهات الحكومية من حيث أن أمناء الصناديق صار ما في تكاليف على الجهة، ولا في تكاليف اللي هو نقل الأموال من الجهة الحكومية إلى المصارف التابعة لها، فقلل التكاليف بشكل كبير على الجهات الحكومية. ايضا قلل المخاطر من وجود الكاش او المبالغ النقديه في الصناديق الحكوميه. والهدف الاساسي مثل ما تفضلتي ان نحن كانت الفكره هي التوسع وطرح طرق ووسائل مختلفه للدفع في حكومه الشارقه، اللي يمكن ميزنا نحن في حكومه الشارقه عن غيرنا من الانظمه الموجوده والمتاحه اللي موجوده في الدوله، ان نحن كنا سباقين في ايجاد بعض الوسائل والطرق كانت هي الاولى من نوعها على مستوى الوطن العربي او على مستوى كذلك دوله الامارات. ما شاء الله. على سبيل المثال عندنا بطاقه الهويه الاماراتيه، كان هذا الانجاز بالتعاون مع هيئه الامارات الهويه ان نحن نطرح هاي البطاقه ليستفيد منها الافراد، بدل ما الفرد يكون حامل اكثر من بطاقه هويه فهي بطاقه واحده من خلالها يقدر يدفع معاملاته الحكوميه في اي مكان في الاماره. بطاقه واحده. كذلك تعاوننا مع بنك المشرق ودشنا جهاز اللي هو جهاز الدفع البنكي، واذكى جهاز من نوعه على مستوى الامارات، يعمل بنفس كونسبت الموبايل، نفس اللي هو عباره عن موبايل بي او اس. تم استخدامه طبعا مع شركه رافد في تحصيل مخالفات المروريه الموجوده. نعم. طيب هذه طبعا بالنسبه للفوائد، لكن يبدو لي انه ايضا لديكم قنوات دفع خاصة بهذا النظام، نظام التحصيل، أليس كذلك؟ صح. حدثينا عن هذه القنوات بشيء من التفصيل، شكرا. نحن طبعا كان الهدف الأساسي أن نحن نسهل على المتعاملين آلية تحصيل وإيداع وشحن رصيده وحسابه في التحصيل. نحن تعاملنا مع عدة بنوك ومصارف، طبعا في مقدمتها مصرف في الشارقة الإسلامي، فتحنا كل خدمات تحصيل على جميع منصات مصرف الشارقة الإسلامي، كذلك مع بنك المشرق في توجه إن شاء الله نحن نفتح في جميع قنواتهم وخدماتهم المصرفية إن شاء الله، وراح ينطرح قريبا. كذلك نحن إدارة المالية صارت في شراكة بينها وبين شركات الصرافة الموجودة، بدينا مع الأنصار الصرافة وشغالين كذلك مع رضا الأنصاري، وفي شركة جديدة راح نطرح إن شاء الله وراح نتكلم عنها قريبا، بحيث أن الفكرة كانت أن نحن نوصل للمتعامل وين ما كان،
يعني ممكن المتعامل وهو في بيته يشحن بطاقة أو حسابه في تحصيل، وهو في المول بعد ما يتشارى يمكن يصير يدفع معاملات الحكومية، صار الموضوع أسهل على المتعامل في الوقت الحالي. يعني المستفيد ليس فقط الدوائر الحكومية، ليس يعني حتى المراجع، حتى الأفراد، حتى الشركات الخاصة. إيش نحن أكثر، كيف الأفراد والشركات الخاصة مستفيدين؟ نبدأ بالأفراد لأن أكيد سادة المشاهدين يهمهم كأفراد أيضا يستفيدون هذه الخدمة. خلينا ندخلهم شوية بشيء من في كواليس الخدمة هذه. إن شاء. نظام الإيصال الذكي تحصيل مثل ما تفضلتي عنده أكثر من جمهور. طبعا جمهور الأفراد نحن سهلنا عليهم أن يقدرون دفع عن طريق بطاقة الهوية الإماراتية، كذلك عن طريق الجواز السفر الإلكتروني، ممكن يكون عميل وفرد من خارج دولة الإمارات فما عنده بطاقة تحصيل، ما عنده الطرق اللي نحن أتحناها. طبعا تلبية لرغبة بعض الجهات الحكومية أن نحن من خلال جواز السفر يقدر يفعل جوازه ويشحن فيه المبلغ ويدفع المعاملة في الجهة الحكومية. أي مبلغ كان؟ أي مبلغ كان. تمام. بالإضافة لذلك نحن طبعا وفرنا أجهزة اللي هو الدفع البنكي عن طريق البطاقات الائتمانية الدائنة والمدينة، فعنا خاصية السامسونج باي، الأبل باي. بغض النظر إذا مثلا ممكن الفرد يكون يوصل لمرحلة ما عنده كل هاي الوسائل، أيضا أتحنا دفع عن طريق السند الإلكتروني إذا كان عنده كاش وما عنده ولا وسيلة دفع من اللي ذكرناها. فكل يعني حاولنا. كيف يعني السند الإلكتروني؟ السند الإلكتروني عبارة عن وثيقة تصدر من مصرف الشارقة الإسلامي أو من أحد مراكز الشحن، بحيث أنه يؤكد أن هذا العميل أودع لحساب الحكومة المبلغ معين ولصالح الجهة الحكومية المعينة، فبالتالي يكون بدل ما يجي الكاش للجهة خلاص عنده وثيقة تثبت أنه قام بدفع المخالف أو قام بدفع المعاملة في أحد القنوات. أي معاملة كانت، أي معاملة كانت لأي جهة كانت في الدوائر كامله. اي طبعا، وبالتعاون والتنسيق المسبق طبعا مع الجهه الحكوميه ان احنا يقدر يدفع مخالفات او معاملات. يعني واحد ما يحتاج يروح للدائره؟ احيانا ما يحتاج. ما يحتاج يعني من بيته؟ يعني بالضبط. يعني مثلا عندك مؤخرا تعاملنا مع رافد ممكن العمل الحادث وعنده مخالفه مروريه ما يلزمه انه يروح مركز الشرطه، يمكن هو في السبوت في موقع الحادث يدفع لسبب ما قدر يدفع، يروح لأي رضا الأنصاري للصرافة، يروح لأي أفرع من أفرع مصرف الشارق الإسلامي. اللي ميزنا أن احنا شركان الاستراتيجيين تعاملنا معهم ليس كفرع تحت مظلة حكومة الشارقة، في كل الأفرع الموجودة على مستوى دولة الإمارات. ما شاء الله، يعني هذه الخدمة مفعلة في كل أنحاء الدولة، خدمة نعم. تحصيل يعني معترف فيها في كل الأفرع، الأفرع الشركاء الاستراتيجيين اللي هم من؟ مصرف الشارقة الإسلامي، نعم. بنك المشرق، شركات الصرافة، رضا الأنصاري للصرافة والأنصاري للصرافة، والشركة الجديدة اللي بتعلن عنها قريبا إن شاء الله. طيب والشركات الخاصة نفس السيستم، نفس النظام، نفس المنطقة اللي بالضبط، والدوائر الحكومية نفس النظام هنا. تمام، رائع جدا حقيقة. يعني هذه فكرة يعني مسهلة ميسرة للإجراءات بصفة عامة، خاصة مثل ما قلتي أن الواحد السيولة دائما تكون حقيقة عبء، صح، يعني ومسؤولية، صح؟ صح. نعم. طيب إذا يبغي أي أحد يطلب هذه الخدمة، هل هناك من إجراءات، من اشتراطات معينة غير أنه هو يفعل الجواز؟ كيف يعني الـ 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 الإجراءات اللي ممكن أنه أي حد يقدم عليها حتى يستفيد من هذه الخدمة، سواء كان شركة أو فرد؟ بالنسبة للشركات طبعا احنا نطلب من الشركات الأوراق الثبوتية الأساسية كرخصة التجارة ورسالة من الشركة تفيد بأن الشركة حابة تفتح حساب تحصيل معانا، ويقدر صاحب الشركة أو المندوب يروح لأي من الجهات الحكومية ويقدم هاي الأوراق وينفتح له حساب في نفس اللحظة، حيث نحن فتحنا طبعا في الجهات مراكز شحن تابعة لإدارة المالية، ومن خلال هاي المراكز يفعل حسابه يشحنه ويقدر في نفس اللحظة يروح يدفع المعاملات اللي عليه. ما شاء الله. أنتوا أطلقتم هذه الفكرة في معرض جايتكس؟ نحن أطلقنا بعض اللي هو الخدمات الرقمية ووسائل الدفع الرقمي. نعم. في معرض جايتكس 2018. طيب كيف وجدتم الإقبال عليها في المعرض ذاك الوقت؟ للأمانة يمكن حصلنا إقبال كبير من نعم. في معرض جايتكس 2018 يونا من وزارات ومؤسسات على مستوى الوطن العربي، من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة أن احنا يونا الشركات ومصارف
حبوا انهم يتعاونوا مع إدارة المالية في انهم يستفيدوا من هالخدمات وينشرونها عبر منصاتهم، وان شاء الله في تعاون قريب ان شاء الله مع احد المصارف في البنوك راح نعلن عنها ان شاء الله يمكن حتى في الفترة القادمة. نعم. والجدير بالذكر ان بضيف ان في جايتكس 2018 فريق نعم. العمل في إدارة المالية المركزية فاز بافضل فريق عارض على مستوى منصة حكومة الشارجة. ما شاء الله، والله أنتم فخر حقيقة. تسلمين. فخر. يعني كل هذا تطور في الدائرة المالية، في الخدمات المقدمة المالية في حكومة الشارقة، يعكس حقيقة جهود متضافرة من أجل تطوير هذا القطاع، القطاع المالي تحديدا، خاصة طبعا المعاملات كلها حقيقة قائمة على الأنظمة المالية المتطورة. المتطورة، وأنا هنا يمكن أريد أن أشير إلى جزئية مواكبة التكنولوجيا، مواكبة التقنيات. إلى أي مدى أنتم في حالة خلينا نقول سباق مع التكنولوجيا في الدائرة من أجل تطوير كل خدمة تقدمونها للمتعاملين؟ طبعا أنت عارفة أن التكنولوجيا في تطور سريع في الوقت الراهن، ونحن كذلك في إدارة المالية المركزية تماشيا مع رؤية حكومة الشارجة للتحول الرقمي، وأيضا مع خطة إدارة المالية المركزية إلى تحويل الخدمات من إلكترونية وذكية إلى رقمية. نحن حين في صدد إن شاء الله تدشين مشروع الهوية الرقمية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، كذلك نحن في تعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي للإعلان عن المحفظة الرقمية، وإن شاء الله في جايتكس 2019 راح يكون هناك تطبيق رقمي خاص بالتذاكر. أنت أعطتنا عناوين عاد، أعطتنا تفاصيل. ما هي المحفظة الرقمية مثلاً؟ هي عبارة عن بتكون مثل الإي والت، محفظة تكون عبارة عن مظلة تعاون بين الأفراد بحيث أنه يقدر يستفيد من المبالغ الموجودة خارج نطاق الحكومة. يمكن دائما كنا نعاني أن نحن طالما المحفظة موجودة في تحت مظلة مثلا دائرة المالية إذا هي فقط مقتصرة على الجهات الحكومية، لكن نحن صارت عندنا خطة أن نحن نطبق النظام حتى مع الشركات الخاصة. يعني في توجه ليش ما نروح مع أدنوك أو مع كارفور أو مع جمعية الشارج مثلا، فهاي هالمشروع راح يساعدنا مستقبلا أن احنا ندخل في القطاع الخاص بشكل أوسع. طب هل هناك من مميزات ينتفع بها مستخدم هذه الخدمة؟ يعني أقصد غير أنك سهلتي عليه، مثلا إذا استخدم هذه الخدمة مثلا، هل مثلا ممكن يحصل على تسهيلات أكثر في دوائر معينة، في شراء بضائع معينة ياخذ خصومات؟ لا أدري، يعني يمكن هذا في توجه، في توجه صحيح، هذا توجه تسويقي هو وفي تقييم عندنا نشوف أكثر العملاء يعني اللي صار عندهم تعاملات في حكومة الشارجة. لا يخفى عليك أن نحن من طبقنا النظام بدينا يعني من 2007 إلى اليوم طبقنا في 16 جهة حكومية، فتحنا أكثر من 600,000 حساب في تحصيل للأفراد والشركات، ففي توجه كبير. حتى حاليا نحن ناخذ ايرادات بعض الجهات الحكوميه، هم تقريبا 3 جهات اتحاديه، وثاني يوم يعني نودع مبالغهم في حسابهم البنكي. ففي توجه كبير ان نحن نطلع من اطار الروتين واطار النظام الانظمه الالكترونيه العاديه الى انظمه تكون متميزه في اليه خدمه الجمهور وحتى في خدمه الجهات. نعم، هذا النظام يعني يبدو لي، وصححي لي معلوماتي اذا انا خاطئه، اذا سمحتي لي استاذه هدى، يبدو لي انه بالاضافه الى انه كونه يسهل الاجراءات ما بين الافراد وبين الجمهور وبين الدوائر الحكوميه والى اخره، ايضا يسهل عليكم انتم كدائره العمل المحاسبي. بالضبط. اليس كذلك؟ وفي جانب كبير ممكن حتى يسهل على المالية المركزية وعلى الجهات الحكومية الرقابة الآلية للإيرادات. أيوة بالضبط. في منظومة متكاملة من التقارير، من التسويات البنكية، بحيث أنه يحق للجهة أن ثاني يوم تشوف معاملاتها وين صارت، وخاصة أنه نحن ما نتكلم عن نظام فقط مطبق في صناديق الجهات الحكومية، نحن نظام مطبق على جميع القنوات، على التجارة الإلكترونية كذلك، على مثل ما قلت لك على أفرع شركاء الاستراتيجيين، فصار الموضوع أوسع. فبالتالي لازم نوجد آلية، والحمد لله عندنا آلية تدقق هاي المعاملات، وممكن في لحظتها سواء المحاسب أو مدقق في إدارة المالية أو الجهات الحكومية يعرف
كم المبالغ أودعت في حسابه. ويسهل أيضا أو يسرع الميزانيات، يعني الميزانيات الخاصة بالدوائر الحكومية وإلى آخره وبكل الجهات المعنية تسرع أيضا تقفيل الميزانيات بشكل سريع. هذه فائدة التكنولوجيا حقيقة. طيب حدثينا في سياق حديثك أستاذة هدى على بعض من مشاريعكم المستقبلية، هل هناك أيضا من مشاريع أخرى مستقبلية ممكن تضيفينها أيضا في الدائرة؟ شو عندكم من أفكار جديدة بتضيفونها إن شاء الله في المستقبل بالإضافة إلى تحصيل؟ نحن في طبعا دائرة المالية المركزية عندنا أنظمة أخرى، عندنا نظام المالي الحكومي تكامل. يمكن احنا في بداية فعلنا تطبيق اسمه حاضرين سعادتك، والتطبيق هذا مختص فقط لرؤساء ومدراء عموم الجهات الحكومية. أطلقناه في جايتكس بشكل سريع، لكن إن شاء الله بعد إجازة العيد راح تكون تفعيل هذا التطبيق بشكل أوسع، حيث بتكون أكيد زيارات لمدراء ورؤساء عموم الدوائر، نوضح لهم كيف آلية العمل عليه، بحيث أن مدير عام الجهة أو الرئيس يطرش استفساره عن مثل ما تفضلت قلت لي الميزانية والإيرادات والمصروفات، في نفس اللحظة طبعا يروح الاستفسار لمكتب المدير العام ويتم الرد عليه في نفس اليوم، يعني في يوم عمل واحد. طبعا توجيهات طبعا سعادة وليد الصايغ أن أي استفسارات تيم من مدراء ورؤساء عموم الدوائر تأخذ الأولوية عندنا في الدائرة. طبعا عندنا عدة برامج وتطبيقات مفعلينها بدائرة المالية المركزية، يعني والجدير أن في توجيهات من رئيس الدائرة والمدير العام أن نحن دائما نكون سباقين في إيجاد الحلول الرقمية، في إيجاد الحلول الذكية، تحويل كل الإجراءات الروتينية إلى إجراءات تكون وتسهل سواء علينا نحن كدائرة مالية أو الجهات الحكومية أو المتعاملين كذلك. هل هناك من نية أنكم تفيدون جهات معينة أو دول معينة كونكم أنتم سباقين قلت لي على مستوى الوطن العربي، يعني تفيدونهم من حيث خبرتكم في هذا المجال تحديدا، تفيدونهم بهذه الفكرة؟ هل عندكم توجه أنكم تفيدون الآخر؟ عندنا توجه بالعكس. نعم. قلت لك نظام إصال ذكي التحصيل حتى الأنظمة الثانية اللي هو نظام تكامل من الأنظمة المرنة اللي ممكن إحنا نربط مع أي نظام في أي مكان بكل سهولة ووفق جدول زمني معين. طب ما فيها أي كونك أنت أستاذة هدى، يعني بعيدا عن تفاصيل هذه الخدمة، كونك ما شاء الله مديرة النظام المالي تحديدا، يعني أنت يعني تشرفين على يمكن على فريق كبير يمكن متخصص في الجانب التقني المالي تحديدا. يمكن أنا يراودني سؤال في مجالك، هل التقنية المالية أو التكنولوجيا في المجال المالي وتطبيقاتها متنوعة المختلفة يعني تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى خبرة، ولا هي برامج موجودة تشترى وثم تفعل؟ الأمانة مثل ما تفضلتي هي تحتاج إلى دقة. الحلو أو المميز بأنظمتنا الموجودة في المالية أنها هي أنظمة يعني تم التي تقدر نقول تحت منظومة الكستمايز، بحيث أن نحن نقدر نشكل النظام ونبنيه وفقا للمتطلبات. ودائما دائما التقني طبعا يحتاج إلى الجانب البزنس أو جانب اللي هو صاحب الفكرة، نقعد في اجتماعات مطولة لين ما نوصل إلى تصور معين نعتمده من جميع الأطراف، بعدها نبني. معظم الأنظمة والتطبيقات اللي موجودة في دائرة المالية المركزية هي تطبيقات تم عمل عليها وفقا للمتطلبات، هي ليست جاهزة، يعني ما حصلناها وخذناها، إن لما هي كستمايز سواء على مستوى المالية المركزية أو على مستوى الوحدات الحكومية اللي هي تحت مظلة دائرة المالية المركزية، يعني شكلت وفق بيانات معينة بالضبط، يعني ليست قوالب جاهزة هكذا. أنا حبيت حقيقة أنوه على جهودكم، لأنه المسألة ليست مسألة شراء بالضبط برامج وتطبيق هذه البرامج، إنه هناك تطوير، هناك متابعة، هناك تفاصيل حقيقة دقيقة جدا وفيها مسؤوليات جمة حقيقة. أنا سعدت جدا. هل من كلمة أخيرة تودين توصيلها للجمهور للسادة المتعاملين مع هذا البرنامج؟ هل لديك أيضا كلمة أخرى أو نصيحة تحبين أن الجميع يسمعها؟ أحب أوجه للجمهور برنامج ماسي أن نحن في دائرة المالية المركزية وفريق العمل
وفق التوجيهات اللي عندنا من رئيس الدائرة والمدير العام، أنه دائما نعمل بجهد عساس نوفر ونوسع منظومة التطبيقات والأنظمة الرقمية الموجودة في حكومة الشارجة. الله يوفقكم إن شاء الله. الأستاذة هدى حسن الياسي، شكرا جزيلا لوجودك معنا، وإن شاء الله كل التوفيق. شكرا.